والبلد هون كتير حلوة مع العالم، تستقبل كل أنواع العالم، يكون ناس من عرب أما الأجانب أما الأفريقية من غير بلاد. والحياة مش غالية مثل غير البلاد، بس الابداع اللي بتجي من برا عشان الكوفيد وكلها غليت اكيد. الملاريا بس تكونوا بالبلد بدكم تسوا الانتي موستيك مع السيترونيل تجي، وتحموا حالكم مع الاكل وتشربوا دائما حتى الجسم ما يكون يضعف. واذا حكمتكم ملاريا في دواء بنشرب على 3 ايام وبيلتقى بالصيدليات كلهم هون، والصيدلية فيهم يعطوك الدواء بلا رشتة من الحكيم. أكثر شيء بياكلوا هني الأتشكي الكسافة المانيوك، وبياكلوا كمان الموز مع اليخاني اسمها فوتو. الأكل اللي لهم كتير طيبة بس تقيلة، ويمكن مش متعودين